الأخ صاحب السؤال الأول بيقول يعني ما حكم قوله لزوجتي أن تطالق رأس كل شهر؟ إذا قال أن تطالق رأس كل شهر تطلق لها في كل شهر، كل ما مضى شهر، كل ما دخل شهر تطلق الثانية، ثم إذا جاء الشهر الثالث تطلق الثانية. الثالث طلقتها. هي تطلق بعضها، هذا سبيل.